مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم في هذه التغطية الخاصة لسباق الانتخابات الرئاسية المصرية 2024. هذا السباق الذي بدأ في ظروف غاية في الدقة ووسط تحديات إقليمية ودولية غير مسبوقة، فحدودنا الثلاث الغربية والجنوبية والشرقية غير هادئة ومضطربة اضطرابا يدعو إلى الاستعداد واليقظة، ويأتي على رأسها بكل تأكيد حرب غزة. ويكاد العالم لا يصدق ما يحدث هناك من فظائع، ظننا أن الضمير الإنساني نجح في تجاوزها وأنها أصبحت ماض يحكى، فإذا بها حية تسعى تحت أبصار العالم وسكوت مزر أو تنديد خجول أو حتى تشجيع صريح للمعتدي على قتل نساء وأطفال وضرب منازل ومدارس ومستشفيات بذرائع مجنونة وباطلة. وإذا بفيتو الولايات المتحدة رداً على اقتراح أمين عام الأمم المتحدة جوتيرش بهدنة إنسانية لأن الحرب بغزة تهدد السلم الدولي بشكل يصدم الجميع. هذه الحرب غير المتكافئة ورغم ذلك تسجل صموداً غير مسبوق بين دولة بعتادها وعدتها وبين فصيل مقاوم صموده نجح في إحراج المعتدي وتغيير كثيراً من وجهات النظر التي كان وعيها مغيباً بفعل دعايات المعتدي، وأصبحت ترى الباطل باطلاً والحق حقاً. هذه الحرب التي غطت حتى على حرب روسيا وأوكرانيا على الأقل في محيطنا العربي والإقليمي أيضاً تحد آخر عند باب المندب يقلق الجميع ويهدد الملاحة في البحر الأحمر. عموماً ووسط كل ذلك تجرى الانتخابات الرئاسية معلنة للعالم أن بلدنا تنعم باستقرار وسط الأجواء المشتعلة حولنا، ومن هنا ندعو كل من له حق الانتخاب للنزول والإدلاء بصوته، فصوته لا يرجح مرشحاً بعينه فقط بل يبلغ رسالة للعالم أننا شعب يمارس حقوقه مقدماً حق الوطن على كافة الاعتبارات، شعب واعٍ بكل التحديات التي تحيط به في الداخل والخارج. اليوم هو اليوم الثاني وغداً هو اليوم الأخير، أطمها الله على الوطن وجعلها فاتحة طمأنينة وخير للوطن وأبنائه.